خاض فريق الزوراء مباراة صعبة أمام ضيفه دوباهن الإيراني على ملعب كربلاء الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور أبطال آسيا. المباراة طبعا تخللها أحداث شغب بسبب استفزازات اللاعبين الإيرانيين لجمهور نادي الزوراء، خصوصا بعد إحراز طبعا الفريق الإيراني هدف التعادل. حينما أحرزوا هدف التعادل على الزوراء، بدأ لاعبون من الفريق الإيراني باستفزاز الجماهير العراقية. تعالوا نتابع أبرز ما حدث في الملعب. ماذا سيفعل بيريرا الحكم الدولي السريلانكي؟ هل تستمر المباراة؟ هل تستمر المواجهة؟ جماهير عراقية مصدومة بالهدف الثاني، كما أنه يعني الكل مصدوم بما حدث في الدقائق الأخيرة. لقطة ختام، شوف استفزاز اللاعب الإيراني للجماهير، وأيضا يقوم برمي الجماهير، هذا أيضا أمر مرفوض. يا هذا اللاعب الإيراني ميلاد فخر الدين، يا ميلاد، هذا أمر مرفوض أن تقوم بالرد على الجماهير وأن تقوم باستفزازها أولا ثم تقوم بالرد عليها، خاصة أنه الجماهير يعني متوترة وعلى أعصابها، وفريقها بعد أن كان قريب من الفوز أصبح قريبا من الخروج. طبعا